إذن مشاهدينا السلام عليكم، في هذا البث المباشر اللي كنقدموا لكم مباشرة من مدينة الرباط وبالضبط من لافاليز الطريق الساحلية ديال مدينة الرباط. أجواء جميلة ورائعة كنقدموها لكم من هذا الشاطئ الصخري لافاليز كما كتشوفوا في الصورة. المشاهدين اللي انضموا لنا ياكدوا لنا الجوده ديال الصوت والصوره الله يخليكم باش نواصلوا معكم هذا البث المباشر اللي كنبينوا لكم فيه الجمال ديال المغرب اليوم من خلال هذا المكان الرائع جدا كما كتشوفوا بالصوره. أكدوا لنا الجودة ديال الصور ديال الصوت والصورة. إذن هذا هو المغرب، هذا هو الأماكن الجميلة اللي فيه وما أكثرها واللي كتجذب السياح من مختلف الدول. إذن يا سلام على هذه الأجواء الرائعة بلافاليز مدينة الرباط عبر الطريق الساحلية. المشاهدين اللي انضموا لنا لأول مرة في المشاهدة بطبيعة الحال يعملوا جيم للصفحة ويديروا متابعة باش دائما أوصلهم الجديد في كل المجالات الثقافية الرياضية الفنية البيئية وأيضا جمال الطبيعة من خلال الروبورتاجات اللي كنقدموها لكم بربوع المملكة. شكرا لجميع المشاهدين اللي أكدوا لنا الجودة ديال الصوت والصورة باش نواصلوا معكم هذا البث المباشر. الدنيا سبحان الله. الامواج راه كتوصل حتى لهذا المكان اللي كنت واجد فيه انا الان كما كتشوفوا. الدليل هو هذه المياه هذه اللي كتشوفوا الان. بعض المرات راه كتجي على غفله بعض الامواج العاليه جدا في هذا المكان هذا واللي كيصيدوا فيه ايضا هواة الصيد بالقصبه كما كتشوفوا بالصوره. تقريبا 6 ديال القصبات اللي الهواة ديال الصيد كيتسناو كينتظروا الغنيمه اللي هي الاسماك بطبيعه الحال. إذن كما كتشوفوا بالصورة حنا كنتواجدوا في الطريق الساحلية ديال مدينة عاصمة المملكة المغربية الرباط. كيجاك هادشي زوين؟ كيجاك هادشي زوين؟ جوع. انا وحده من الزائرات ديال هذا المكان هذا. انت ديما كتجي لهنا؟ لا اول مرة. اول مرة؟ عجبك هذا الشاطئ الصخري؟ مزيان المواج. باش كتحسوا انتم كمواطنين ملي كتجيو لهذا المكان هذا؟ انا حسيت بالخلعة.
بالخلعه خلعني بحال لانه مواجعين في نفس الوقت فرحه طبعا ولكن كالم زوين ولكن مواش كيخلعوا كنشوفوا هنا بزاف ديال السياده كسيد ما كتسيديش انت يا لا 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 الراجل ديالك لا لا ما كيعرفش لا 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 شكرا شكرا محمد يا شكرا شكرا لا لا شكرا 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 كانت معنا واحد المواطنه بقاو معنا لا رجع شويه لوراك راه كيجي على غفله كيجي على غفله شوف حنا في واحد البث المباشر واحد الجريده الالكترونيه مرحبا كما كتشوف عدد كبير من المشاهدات في لايف عطينا واحد الكلمه باش كتحسوا شدي الحندل باش كتحسوا ملي كاجي قرب واحد شويه راه هادشي كيخلع ماشي لايف لا لايف مباشر بث مباشر غير الصوت ديالك لايف لا لا غير الصوت باش كتحسوا ملي كتجيو لهذا المكان اللي هو مكالمي هذا الشاطئ الصخري لافاليز ديال مدينه الرباط هو كنحسوا باحساس مزيان كيكون كالم كنخرجوا الوليدات وهذا الشيء اللي كاين اللهم لك الحمد بلادنا زوينه تبارك الله اللهم لك الحمد يعني السائح الاجنبي راه ملي كيجي كيلقى ما يتشاف داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين بلادنا زوينه اللهم لك الحمد الشعب المغربي راه شعب ميديا داكشي اللي كاين تبارك الله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد الله ييسر لكم الله ييسر الله يحفظك تبارك الله اذا كان معنا مواطن من مدينه الرباط كنشكروا على الكلمات الرقيقه ديالو ونواصل معكم المشاهد كما قلت لكم قبيله المشاهدين انضموا لنا في المشاهده المياه راه كتجي على غفله هذا المكان اللي كانت واجد انا بنفسي كتجي واحد الامواج يعني عاليه جدا جدا فهاد المكان اللي كتشوفوا فيه كتجي على غفله ولكن هذا ما يمنعش اننا ننقل لكم هذه المشاهد والاجواء الرائعه جدا هنا ب عاصمة المملكة الرباط صراحة والله صراحة الواحد ملي كيجي هنا وكيضرب في هذه المياه هذه ديال هذه الامواج هذه كيحس بواحد النشوة واحد السعادة وحتى الهدوء والواحد كيتكالم هنايا وكينسى حتى المشاكل اللي كاينة ما كينساش بطبيعة الحال كليا وانما نقدروا نقولوا جزئيا والله يبعد المشاكل على الجميع اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر الرائع اللي نقلناه لكم مباشره من مدينه الرباط اذا هانتوما كما كتشوفوا بالصوره اجواء رائعه جدا جدا ما لقيتش الوصف الحقيقي لهذه المشاهد هذه لان كل واحد ملي كيشوفها عنده الوصف الخاص به انا اقل كلمه اللي قلت وهو اجواء رائعه جدا بطبيعه الحال كنتمناو غير يكونوا بعض المقاهي هنا لا 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 للمواطنين كنشوف خلفي راه عدد كبير من السيارات بطبيعه الحال ما بغيناش نشاهد بينهم كبير من السيارات اللي شي هنايا كيشوفوا هذه الاجواء الجميله هنايا بلافاليز مدينه الرباط اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر هذا ونواصل معكم التغطيه الاخباريه عبر النقل المباشر على اف بي لايف الصفحه المتخصصه في البث المباشر لكل الاحداث الوطنيه دمتم بخير والى اللقاء